ما رأي الشرع في حكم صبغ اللحية بالسواد؟ حرام هذا، صبغ اللحية بالسواد حرام. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وقال: في قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحة، وهذا وعيد شديد. الصبغ بالسواد حرام، السواد الخالص. أما السواد غير الخالص الذي يضرب إلى الحمرة فلا بأس به، إنما السواد الخالص هذا حرام بقول جمهور أهل العلم، وهو مدلول الحديث الصحيح